هذه التحركات هي ترجمة لاستمرار عملية إحياء العملية السياسية، لأنه بدأ الوضع نوعا ما في حالة من الجمود وحالة من الهدوء، وبقي الوضع لا هو هدنة ولا هي سلام ولا هو اتفاق ولا هو لا اتفاق وغيره. طبعا الاتفاق الذي تم أنه كان سيذهب الوفد العماني وسيذهب أيضا خلفه وفدا سعوديا، بدأ هناك نقاشات متعددة في القضايا الإنسانية، تحديدا ملف الإنسانية هو ملف الرواتب وملف فتح الطرقات وملف توسيع رحلات مطار صنعاء. النقطة التي يبدو السعوديين تحفظوا عنها أو وضعوا عليها مجموعة من الاستفسارات والنقاشات هي موضوع صرف الرواتب للمدنيين. الحوثيين يريدون المدنيين والعسكريين، فحصلت خلاف في موضوع هل الرواتب وفق يعني أيضا العسكريين أم لا. فهذا الآن الموضوع الذي ما دار في موضوع ملف الرواتب. نعم، لأنه الحوثي يريد إضافة العسكريين، والسعودية تصر على أنه ممكن تكون الداخلية والأمن والمدنيين، وليس فقط يعني وزارة الدفاع تحديدا أو القوات الجيش التابعة. وهل باعتقادك سيد أنيس بعد ذلك تحولت تحول اللقاء والذهاب والسفر إلى مشاورات من أجل الاتفاق على مفاوضات، وستكون هذه المفاوضات ربما مرة أخرى في مسقط بين السعودية وبين وفد الحوثي خلال الأسبوع القادم أو الأيام القادمة؟ نعم، إذا أنت الآن تتحدث أن هناك مشكلة رئيسية حول ملف الرواتب كما تحدثت، وتم الاتفاق أنه سيكون هناك أيضا جولة من المفاوضات ستكون في مسقط. نعم، هو طبعا هناك حالة من السرية بدأت من قبل الوفد العماني ومن قبل جماعة الحوثي، لكن المصادر التي لدينا تتحدث على أنه في حصل انسداد في موضوع عدم حضور الوفد السعودي وفي موضوع الرواتب التي يريدها أنصار الله الحوثيين أن تكون من النقطة. هذه هي التي حصل فيها خلاف، لكن يبقى موضوع عملية صرف الرواتب مقابل أن يتم عدم يعني إعادة تصدير أو استئناف تصدير النفط والغاز، وأن تكون هناك نسبة من النفط وإيرادات النفط والغاز أيضا لجماعة صنعاء أو لسلطة صنعاء الحوثية. هكذا الاتفاق الذي تم، وهذا هو طبعا كل شيء يتفق عليه، لأن المملكة العربية السعودية حاليا ستقبل بهذه الخيارات وبهذه التفاهمات في ظل التحديات التي موجودة وفي ظل التفاهم مع إيران مباشرة. أيضا يبدو أن السعودية تريد أن تتجاوز الحوثيين وتعتبر أن الحوثيين عبارة عن أداة إيرانية، وأن التواصل مع الإيرانيين مباشرة هو الذي سيلزم الحوثيين. هناك أصوات من الحوثيين ينفون هذا الكلام ويحاولوا يضعوا مجموعة من التبريرات، يعني أيضا هذا النسق وارد. نعم. والفجوة واردة ما بين السعوديين وما بين الحوثيين.